الرئيس السيسي يستقبل رئيس المخابرات البريطانية بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة. فحص أكثر من مليون طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس. الداخلية تواصل جهودها لضبط الخارجين عن القانون. موجز الهام واخر الاخبار من تلفزيون النهار، اهلا بكم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس المخابرات البريطانيه ريتشارد مور، وذلك بحضور رئيس المخابرات العامه عباس كامل وكذلك السفير البريطاني بالقاهره. وخلال اللقاء رحب الرئيس السيسي بالمسؤول البريطاني وطلب منه نقل تحياته لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مؤكدا سيادته على الاهميه التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الصلة، حيث أكد الرئيس السيسي في هذا الإطار أنه في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف على المستويين الإقليمي والدولي، فإن الأمر يحتم تكاتف الجميع للتصدي لتلك الآفة الأخيذة في الانتشار. أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن فحص 1,432,852 طالبا بمختلف مدارس الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ انطلاقتها مطلع شهر نوفمبر الجاري وبالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد وحتى أول الأمس. وأوضحت الصحة أن المبادرة تستهدف فحص 14 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك ب29,444 مدرسة حكومية وخاصة، مشيرة إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية. أصدرت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة وغرف عمليات الأفرع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة والمحميات الطبيعية لرفع درجة الاستعداد تحسبا لأي أحداث طارئة قد تنتج عن الموجة المتوقعة من الطقس غير المستقر المحتمل الذي تتعرض له البلاد خلال الأيام القليلة القادمة. صرح جهاز حماية المستهلك عن ضبط ما يقرب من 332 طن مواد غذائية مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وكذلك مخازن للأدوية بها عقاقير مخدرة بكميات كبيرة. وقد أوضح جهاز حماية المستهلك أن صحة المواطن ومصالحه الاقتصادية من أولويات أجهزة الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن بتوفير السلع الغذائية والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون. المزيد في سياق هذا التقرير. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6,901 قضية تموينية متنوعة، وضبط 136 قضية مقاهي مخالفة، وغلق 2,292 محلا مخالفا لقرار الغلق. وفي مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات، تم ضبط عدد 17,017 سائق نقل جماعي. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية في أسبوع عن ضبط 8,241 قضية تموينية متنوعة، من بينها 169 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء،
بمضبوطات بلغت 3055 اسطوانة بوتاجاز، تقدر قيمة الغاز المدعم فيها ب 412,425 جنيها، وضبط 10 قضايا مواد بترولية بمضبوطات بلغت 717,582 لتر مواد بترولية لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 8,062 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 1634 طن ونصف، من بينها قرابة 253 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وما يقرب من 103 طن ونصف سلع تموين مدعمة لبيعها في السوق السوداء. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 209,278 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 41,159 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و25 مخالفة قيادة تحت تأثير المخدر. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 4,688 قضية ومخالفة متنوعة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية 69,049 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت أكثر من 57,438,000 جنيه مصري. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1,755 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة، بقيمة مالية بلغت أكثر من 4,316,632,000 جنيه مصري، وأخطرة مصلحة الضرائب لفحصها. جهود أمنية تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لفرض سيادة القانون وضبط الجرائم المختلفة وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. كان هذا موجزنا الإخباري لهذه الساعة من تلفزيون النهار. دمتم بخير وإلى اللقاء.